جولة على المشهد السياسي مع زميلتي جوزيفين ديب. جوزيفين مساء الخير. مساء الخير داليا، شو في عنا ضمن جولتك؟ والله يبدو انه ما بيفسد بالود قضية مثل ما بيقولوا بين التيار وحزب الله، وطبعا امور اخرى بنشوفها سوا. منتابع. مساء الخير. بعد خلاف طويل لحليفي تفاهم مريم خايل، كانت لزيارة وفد حزب الله ميرنا الشلوحي ابعاد عدة في الشكل والمضمون. في الشكل هي من المرات القليلة التي يدعى اليها الاعلام، وفي المضمون تضمن لقاء الساعتين نقاشا معمقا في جوهر الخلاف بين الحزب والتيار. يعرف الحزب موقف باسيل جيدا في التباين الرئاسي والحكومي، فكان اللقاء بحثا في التباينات على أن يجد الطرفان أرضية مشتركة. إن لم تكن لاستمرار التحالف كما هو، فهو لوضعه على مسار آخر. في نيات الفريقين الاستمرار في التفاهم بغض النظر عن استمرار التحالف من عدمه، غير أن ترشيح الحزب الإسلامي الفرنجي أمر لن يقبله باسيل مهما كلف الأمر. وفي معلومات الجديد أن عتب التيار على الحزب من عدم زيارة وفد منه قصر بعبدة لوداع الرئيس عون، وعدم زيارة أي وفد من الحزب الرابي للمعايدة سيعالجه الحزب بزيارة قريبة للقاء الرئيس عون في الرابي. أما باسيل فهو يتجه هذا الأسبوع إلى إعادة نشاطه الرئاسي في مروحة اتصالات ولقاءات. وربطا بالملف الرئاسي، كان لافتا كلامه النائب حسن فضل الله عن أن حزب الله يسعى لتفاهمات وتوافقات داخلية لانتخاب رئيس للجمهورية. نحن نريد أن نملأ الفراغ بما هو مناسب، لا أن يملأ الفراغ بما هو غير مناسب. لذلك قلنا تعالوا إلى لقاءات، تفاهمات، حوارات، ما حدا عنده بالمجلس لا أكثرية الثلثين، وإلى الآن لا أحد يملك أكثرية 65 نائب. طيب بدأ العالم تقعد مع بعض وتجتمع وتتفق على من هو مؤهل لأن يكون رئيسا للجمهور، هذا هو موقفنا. إذن وفي سعيه لحسن العلاقة مع القوى المسيحية، وفي سياق حركته الدائمة باتجاه مراجع دينية مسيحية، زار وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد بطريرك السوريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني في مقر البطريركية في بلدة العطشاني، وجرى بحث في آخر المستجدات. وفي حراك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فأنه سيواصل مبادرته في المقبل من الأيام، على اعتبار أن الجميع مقتنع بضرورة الذهاب إلى انتخاب رئيس بالتوافق وليس رئيس تحد. وجديد هذا الكلام هو عدم ذهاب الاشتراكي لانتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا مهما كلف الأمر. ما معه وحده من الكتلتين الوازنتين اقله او الكتلتين مع بعضهم. نعم. وهذا بعتقد كل الاطراف السياسيه تعي وتدرك هذا العامل. حتى حزب الله برايك؟ طبعا حزب الله طبعا اعرف هذا الموضوع لكم، يعني باجتماع الاخير طبعاً. حزب الله كان متفهم لانه ما بيقدر يروح ينتخب مثلا سليمان فرنجيه بدون والدليل. نعم نعم التيار متفهم حزب الله لهذا الامر. لذلك ماذا قال لكم؟ هل قال لكم ردا على طروحات وليد جنبلاط بانه لا يثق الا بسليمان فرنجيه؟ هيك نوع من الكلام بحرفيته لا، ما قيل صراحة. لكن حزب الله بس لك واضح حزب الله بأنه أكيد يثق بسليمان فرنجية، لا شك بهذا الأمر. ولكن كمان حزب الله عم بيقول أنه، وهيدي المهم بالأمر صراحة، أنه هو أيضا يسعى للتوافق، يعني ما بده رئيس تحدي. يبدو كلام الاشتراكي هذا ردا مباشرا على الكلام عن اتجاه الثنائي لانتخاب سليمان فرنجية ب 65 صوتا ومن دون أي من الكتلتين المسيحيتين. تزامنا نقل عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استياءه من موقف نائب القوة اللبنانية غياث يزبك، الذي اعترض على تحميل البطريرك كل النواب من دون استثناء مسؤولية عدم انتخاب رئيس. وللوقوف على العلاقة بين القوات وبكركي، زار النائب ملحم رياش الصرحة صباحا، حيث شارك الراعي في القداس والفطور ونقل إليه الحرص على حسن العلاقة بين القوات والصرح. شكرا لك جوزيفين. شكرا.